على هذه الأرض المباركة ما كان يستحق منا أن نعلن البداية. تسلحنا بالعزيمة والإيمان وانطلقنا لنشارك في إحياء الأرض وإعمارها. قبل أكثر من نصف قرن من الزمان، وتحديداً في العام 1381 للهجرة، خط صاحب السمو الأمير محمد بن سعود الكبير رحمه الله أول سطر في بناء وتأسيس شركة أخذت على عاتقها وما تزال دوراً رائداً في إعمار الوطن وبناء صروحه الشامخة. إنها شركة إسمنت اليمامة. مع شروق شمس كل صباح يتحول مصنع إسمنت اليمامة إلى خلية نحل تعج بعمالها الذين يصلون إليه بكل نشاط وحيوية ليبدأوا يوماً جديداً في إنتاج أقوى أنواع الإسمنت. تبدأ عملية إنتاج الإسمنت باستخراج الحجر الجيري من المنطقة الواقع عليها المصنع ليتم تكسيره بواسطة كسارات عملاقة ونقله عبر سيور آلية إلى منطقة أحواض الحجر الجيري. ثم ينقل الحجر الجيري إلى طواحين المواد الخام حيث يتم خلطه مع الطين والحديد والرمل بنسب محددة خاضعة لمراقبة الجودة والنوعية. ثم تنقل المواد المتجانسة إلى برج التسخين ليتم تحضيرها إلى مرحلة الحرق بواسطة أفران حديثة متطورة لإنتاج مادة الكلينكر، وهي المادة التي تشكل النواة الأساسية في صناعة مادة الإسمنت. وقد تم زيادة عدد أفران الكلينكر استجابة لمتطلبات السوق، حيث بدأ الإنتاج عام 1966 بفرن واحد طاقته الإنتاجية 300 طن في اليوم، إلى أن وصل عددها إلى 7 أفران عام 2007 بإجمالي إنتاج بلغ 18,600 طن في اليوم. يخزن الكلينكر في خزانات خاصة ليتم طحنه فيما بعد مع الجبس بواسطة طواحين الإسمنت والتي يصل إنتاجها إلى 25,000 طن يومياً، ثم ينقل بسيور خاصة إلى خزانات التعبئة. يتم استقبال وخدمة العملاء في بيع الإسمنت السائب أو المكيس عبر أنظمة حديثة متصلة بأقسام التعبئة والتسليمات. وتم تطوير منطقة التعبئة على أحدث الأنظمة العالمية وزيادة عدد المسارات إلى 12 مساراً للسائب بالإضافة إلى 11 مساراً للمكيس، مما نتج عنها تقليل فترة انتظار الشاحنات وزيادة إمكانية التسليم إلى 28,000 طن يومياً. تنتج اليمامة 3 أنواع من الإسمنت، وهي الإسمنت البورتلاندي العادي، والإسمنت المقاوم للكبريتات، وإسمنت التشطيب الذي يمتاز بأنه لا ينشف بسرعة، امتداد أكثر في اللياسة، لون فاتح، وسعر أقل. كما تمتاز جميع منتجات اليمامة بجودتها العالية وثباتيتها المستمرة، حيث تصل معدلات قوتها إلى مستويات عالية، مما جعل منها المنتج الأقوى في السوق. كما تخضع كافة مراحل التصنيع لمراقبة نوعية مميزة، حيث تتبع أفضل وسائل التقنية الحديثة كاستخدام الروبوت الآلي لأخذ عينات دورية من الإنتاج وفحص جودتها، إلى جانب غرف المراقبة والتحكم لسير العمل في جميع أقسام المصنع. وفي ظل التوسعات الكبيرة التي حققتها اليمامة، تم إنشاء محطة كهرباء بتقنية عالية متكاملة لتغذية جميع أجزاء المصنع تحت إشراف فريق متكامل من المهندسين والفنيين. كما تعتبر الشركة مسألة سلامة البيئة ونظافتها من أهم أولوياتها، فقد عمدت على استخدام أحدث الفلاتر وأكثرها فعالية من أجل مزيد من التحكم في حجم وكمية الغبار المنبعث في الجو وفق أفضل المعايير العالمية.
كما وسعت الشركة من المساحات الخضراء داخل المصنع بما ساهم في إيجاد متنفس طبيعي وحيوي وأماكن استرخاء لعمالها في أوقات فراغهم، بالإضافة إلى اهتمامها بسلامتهم من خلال العيادة الطبية التي أوجدتها لهم داخل المصنع. وانطلاقاً من قيم الخير والتكافل الاجتماعي الذي يحض عليه ديننا الحنيف، تتجلى اهتمامات الشركة بالإنسان كجوهر لعملها من خلال عضويتها ودعمها للعديد من مشاريع الإسكان الخيري والمساجد والقطاعات الصحية والجمعيات الخيرية والأكاديمية. لأننا نعتز بماضينا المضي وارتباط منتجاتنا بأهم مشاريع الإعمار، فإننا نواصل تسلحنا بالإرادة والعزيمة لمستقبل أكثر إشراقاً، نسير إليه بخطوات مليئة بالثقة والرغبة في نثر بذور الإعمار في ربيع مملكتنا الغالية.